خلصنا احنا البطانة، هندرب بقى معجون. تمام، معجون ستوك او اي معجون عندكم. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين؟ طبعا الفيديو اللي فات وريتكم ازاي قشرنا الحاجات ديت. تمام، ابتدينا بقى نعزلوها الزيتون. لو على فكره لو الحته ما فيهاش رطوبه ممكن تعزل بالبلاستيك عادي. الفكره اللي احنا بنعزله ده ايه؟ عشان لو في ترابه ما تطلعش في المعجون تغلبك. تمام، لو ما فيش صفار يعني عادي تشتغل بايه؟ ببلاستيك. انما الصفار ده عشان يكتب معاك ما يطلعش في بعد البلاستيك تدي زيتون. تمام، انا ممكن ادي معجون على طول على كده بس هيترب معاك، وفي نفس الوقت الصفار ده مش هيضيع. فلو انت من الحيطه فيها الصفار تبطل ببلاستيك عادي، انما فيها صفار يبقى مادة الزيتون ديت عشان تكتم الصفار في الحيطه. طبعا الشغل كله على رقابي، الحاجات الواطيه ديت بتغلب لوحدك. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طبعا نازل اللزقه ديت عشان ما يجيش على الوزره حاجه، ونرجع تاني بقى نمسح بقى ونعمل ونغسل. هنخلص عزل ونسيبها تنشف ونروح مكان تاني نسحبه في المعجون. تمام، خلصنا احنا البطانة، هندرب بقى معجون. تمام، معجون ستوك او اي معجون عندكم. تمام، طبعا المعجون ده سايل، وعشان ندرب الحتت الواطية ديت عاوز اتربط شوية. هنزوده ايه نضرب احنا بنعمله ازاي؟ بس ايه؟ اسمنت ابيض عشان ما يقعدش تتربط شويه. نبتدي نقلب بنعجنه كده لحد ما يوصل للقوام اللي هو متماسك شويه. حسب الحاجه يعني، مش كترش قوي. اهم حاجه عشان يمسك معانا. تمام، ونسحب بقى ايه؟ معجون. طبعا نبتدي نسحب معجون. تمام، طبعا انا بصور انا ماسك التليفون. نبتدي ايه؟ نسحب معجون. طبعا الوسط ده كله
لازم يكون بسوى التلاتة، هياخد له سكينتين او ثلاث سكاكين، يعني ده ساعة ما ينشف المعجون ده بتخس شوية. تمام، بنملح كده وبعدين ناخد عرض. طبعا من كل واحد، يعني كل واحد حسب ما هو قدر على شغله. تمام، مهم تاخد عرض تاخد طول، المهم ايه الحاجات دي تبقى بسوا بعضها عشان الحتة كلها تبقى ايه بسوا واحد. فما تروح تاخد سكينة او اتنين وممكن تلاتة كمان. وبعد ما تاخد المعجون بتاعها بتصنفر بالصنفرة وبتاخد بلاستيك. طبعا الجنب كله هياخد بلاستيك، الأوضة كلها سقف محترم. تمام، لو في أي حد عنده استفسار أو حد عاوز يعمل حاجة بنفسه يقول لي وإن شاء الله هعرفه يعملها إزاي. تمام، وإن شاء الله هشوف أي حاجة تانية أحب أوريها لكم هتشوفها معايا بإذن الله. الشغل بيخلص بس انا شغلنا كله كده مرمات، ما فيش حاجة على المحارة، كله مرمات. تمام، زي ما شفنا الشروخ في الحيطة كده، ده كان الشيخ ده كان مطلع المعجون، انا فتحته بالسكينة بعد كده ياخد معجون. طبعا في حاجة اسمها معجون شروخ بس ده مش مسمع جوه قوي، دي كان على الوش، لو مسمع جوه قوي كان خد معجون شروخ. ديت من الرطوبة نظرت المعجون، والشيخ كان ضعيف اساسا زي كده، شايفين كان زي كده. طبعا انا فتحته بقى زي كده. تمام، وان شاء الله هنشطب الشقة ونرجع نوريكم تاني بعد التشطيب ان شاء الله. زي ما انتم شايفين ادي مكان الشرخ اللي كنت بقولكم، مفيش مكانه حاجة اهوت، وادي مكان الرطوبة. تمام، دي مكان الرطوبة اللي انا مقشرها قدام منكم بقت تمام 100 100 كله متشطب. وده المدخل برضو اللي كان مرطب كله متشطب اهو. مكان الرطوبة كله تمام. طبعا زي ما قلت لكم اهم حاجة ان الرطوبة تتمنع، لو في مكان مية نشوفه فين ونعالجوه. تمام، المكان ده كان متبهدل خالص. طبعا ايه الشقة كلها خدت بلاستيك ابيض، كله بقى تمام زي ما قلت لكم. الشغل بتاعنا اختاروا مرمات، الواحد ياخد شقه من بابها احسن من المحاره احسن من المرمات دي. شفتوها شقه بعد التشطيب. وادي الحته اللي مرت لكم قبل كده لكن كلها صفرة بقت تمام. طبعا الدولاب ديت كانت مبهدلة برضو، كانت مصفرة وكانت فيها رطوبة اتظبطت. وان شاء الله بإذن الله أي شغل تاني هوريه لكم بإذن الله. لو في حاجة عجبتكم أو في حاجة أي سؤال عايزين تسألوه أنا تحت أمركم. تمام، والبلكونة برضه هي اللي كان فيها صفار أنا لسه بس الشمس ضربة فيها. طبعا دي مكان الصفار اللي وريتكم المرة اللي فاتت كله بقى تمام اهو.
كله بقى تمام، كلها بقت بيضة. خلاص اي سؤال ان شاء الله انا هجاوب عليه، سيبهولي اسفل الفيديو باذن الله. يلا يا احنا متابعين في رعايه الاوام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.